اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده. الحلقه اللي هتكلم فيها معاكم النهارده مختلفه شويه، وهي قصه نيره صلاح طالبه العريش او طالبه تمريض عريش، وايه اللي حصل لها بالظبط، والقضيه اللي بيتم التحقيق فيها في الوقت الحالي من قبل النيابه ومن قبل الطب الشرعي. هحكي لكم تفاصيل القصه كلها، وبدات بايه وانتهت بايه، والنيابه والطب الشرعي بيعملوا ايه في الوقت الحالي. وفي اخر الحلقه ان شاء الله هعرض لكم سكرينات تبين ايه اللي حصل بالظبط. ومن غير تفاصيل كتير انا هحاول ادخل معاكم في الموضوع على طول. الموضوع بيبدا من خلال خلاف حصل بين بنتين في كليه تمريض بجامعه العريش. الخلاف ده كان بين نيره صلاح الطالبه المؤدبه اللي بتصوم وتصلي، وده اللي قدر ان احنا نعرفه من خلال لقاء مع والدتها مع جريده مصر اليوم مع والدتها ووالدها. اما بالنسبه للطرف الثاني في الخلاف ده كانت بنت زميلتها اسمها شروق كمال، ومن خلال الخلاف اللي حصل بينهم ده حاولت شروق انها تخطط ازاي تعمل مشكله وتعمل فضيحه لنيره بسبب خلاف بسيط بيحصل ما بين اي اتنين زمايل. وعشان شروق تقدر تنفذ خطتها لجأت لواحد زميلها في كليه التمريض برضو اسمه طه عشان يقدروا ينفذوا خطتهم ويفضحوا نيره. بس بدل ما يقول لها ان المفروض ان الحاجات دي حرام وان الفضيحه دي مش هينولها من وراها الا الاذى وان في يوم من الايام ربنا هيرد لها اللي هي عملته ده، لا ده شجعها على حاجه زي كده وقال لها هيبداوا يعملوا ايه بالظبط. وبالنسبه لطه جات له فكره شيطانيه فعلا وبدا ان هو ينفذها. وكان اول بند في الفكره دي هو ان شروق تصور زميلتها نيره وهي في الحمام وتبعت له الصور دي، وهو فعلا بدا بعد ما خد الصور دي ان هو فعلا يبتزها، بس مش في اي مكان بينهم وبين بعض، ده ابتزها على جروب الدفعه العام، وطبعا في السكرينات هيكون باين كل الكلام. ومن الحاجات الغريبه جدا ان رغم ان الابتزاز ده تم على جروب الدفعه العام، محدش من الدفعه كلها حاول يفكروا بربنا او حتى يخوفوا من ربنا ويقولوا ان هو بيعملوا ده حرام ولازم يوقفوا حالا. وفعلا هددوها على جروب الدفعه العام ان هي لو ما اعتذرتش للبنات زمايلها على حاجه تقريبا هي ما عملتهاش هيفضحوها وينزلوا الصور دي، بس مش هينزلوها في اي حته، ده هينزلوها على جروب الدفعه العام وقدام زمايلها كلهم. وطبعا حسب احداث القصه دي فان البنت الغلبانه نيره صلاح لجأت للدكتور حاتم محفوظ وهو وكيل الكليه عشان تستنجد بيه من الشياطين والوحوش اللي كانوا بيهدوها وبيحاولوا يبتزوها باي شكل. ورغم ان هو وكيل الكليه وانه المفروض يحاول ان هو يساعد الطلاب في اي حاجه تواجههم من مشاكل، رغم كده قال لها ان اخوها وابوها ضباط وليهم معارف تقيله في البلد فمش هتعرف تعمل معاهم اي حاجه، يعني المفروض بدل ما يقف جنبها لا تقريبا هددها نفس التهديد اللي بيجي لها على الجروب. فده ازاي يتم؟ يعني المفروض وكيل الكليه يكون بيساعد الطلاب مش بيحبطهم ويقف ضدهم. وطبعا رغم كل اللي حصل ده هي قدمت فعلا اعتذار رسمي على الجروب عن حاجه تقريبا هي ما عملتهاش، هي ما تعرفش سبب الاعتذار اللي هي قدمته ده ايه، بس رغم كل ده هي برده قدمت اعتذار عشان بتعتقد ان هي مثلا لو عملت حاجه غلط تكون كفرت عن الذنب. والناس دي رغم الاعتذار اللي هي قدمته تحس ان هم حبوا الموضوع او استمتعوا بيه، عشان كده بداوا يعملوا صفحات فيك ومحادثات فيك واكونتات فيك ويحاولوا يبتزوها بالحاجات دي، رغم ان الحاجات اللي هم بيبتزوها بيها دي تقريبا هي ما عملتهاش. بالنسبة لآخر يوم في حياة نيرة كانت موجودة في الجامعة عادي جدا، وفجأة وهي قاعدة كانت صايمة فجأة وقعت على الأرض وماتت، وبيعتقد في واحدة من الروايات إن هي خدت حباية سامة عشان ترتاح من الابتزاز اللي هي بتتعرض ليه. وفي الرواية التانية بتقول إن زمايلها اللي كانوا بيحاولوا يبتزوها عشان يرتاحوا منها حطوا ليها سم في الأكل أو سم في عصير وخدته قبل ما تصوم وهي بتصحى مثلا، عشان كده هي ماتت أو وقعت او داخل من الحاجه دي. وطبعا الطب الشرعي والنيابه العامه في الوقت الحالي بيحاولوا يفحصوا الجثمان بتاعها وفعلا طلعوه من القبر وبداوا يفحصوه بشكل كامل. بعد ما نيره قابلت وجه ربنا الكريم بدات امها ان هي تفتش في الموبايل بتاعها وتحاول تعرف، لانها كانت شاكه ان الحادثه دي او موت بنتها ورا حاجه. فلما اكتشفت الموبايل بتاعها وفتشته قدرت ان هي توصل للمحادثات وطريقه الابتزاز القذره اللي كانت بتتعرض ليها، عشان كده قدمت محضر في كل زملاء نيره وفعلا قدرت توصل للنيابه وقدرت توصل المحضر ده لاعلى الجهات الامنيه في الدوله. رغم كل اللي حصل لنيره ده والده نيره
الطيارة جالها تهديد صريح إن هي تترحم على بنتها وتسكت وما تبلغش الجهات الأمنية في الدولة بأي حاجة، عشان الناس دي ناس تقيلة في البلد وممكن يعملوا لها مشكلة. أما بالنسبة لوكيل الكلية، الراجل اللي كان المفروض يقف مع البنت ويفهم العالم كله إن البنت دي مظلومة وإن هي كانت بتتعرض لحالة الابتزاز وإن موتها مشكوك في أمره، أمر الطلاب اللي موجودين في الكلية وفي الجامعة إن يتم التعتيم على الموضوع ده وما يوصلهوش لجهات عليا. بس يعتموا على الموضوع ليه؟ يعني كده كده بنت ماتت وموتها مشكوك فيه، المفروض ان الموضوع ده ما يتمش التعتيم عليه وان هما يوصل ويبقى قضية رأي عام عشان البنت دي يجي لها حقها وهي في قبرها، مش هتبقى اتظلمت وهي عايشة. وكمان بيحاولوا يداروا على موتها وبيحاولوا يوضحوا ان موتها ده موت طبيعي مع ان موتها مش طبيعي خالص. وكده يا جماعة اكون عرضت عليكم ووضحت لكم القضية والقصة كلها من اولها لاخرها، والنيابة والطب الشرعي في الوقت الحالي فعلا بيفحصوا جثمان البنت وبيحاولوا يوصلوا لاي حاجة. وبالنسبة للضباط الكبار اللي هم اخو وابو شروق كمال، بالنسبة لهم الشرطة والداخلية في الوقت الحالي وقفتهم عن العمل بشكل كامل عشان ما يأثروش على مجرى التحقيقات. وكده يا جماعة انا كنت وصلت معاكم وعطيت لكم القصة بالكامل، وهسيبكم على سكرينات.